وبعد ما خلصنا شابتر 2 هنبدأ نشرح من الحلقة ديت شابتر 3. في شابتر 3 هنشرح ايه؟ هنشرح الماس ريليشنز ان كيميكال رياكشنز. رولز اوف مول بروبلمز، ازاي نقدر نحل مسائل المولز؟ عشان نقدر نحلها لازم نكون عارف القوانين، والقوانين دي مهمة جدا عشان اقدر احل مسائل من نوعية المول بروبلمز. تعال نشوف هنا في مثلث هنا مرسوم في ثلاث حاجات، ادي الماس، الكتلة بالجرام، فعندي المول، فعندي المولكولار ويت، والمولكولار ويت بنجيبه من البريودك تيبل من الجدول الدوري. تعال نشوف اول قانون، اذا طلب مني الماس، الماس في الترينجل بيقول لي عندك المول في المولكولار ويت، يبقى هو المول في المولكولار ويت. طب اذا طلب مني المول، الماس على المولكولار ويت. طب اذا طلب مني المولكولار ويت، الماس على المول. هنشوف مع بعض القانون الرابع. القانون الرابع بيقول ايه؟ number of atoms or molecules بيساوي ايه؟ number of moles في ال NA اللي هو Avogadro's number. طب يعني ايه Avogadro's number؟ تعال نشوف هنفهم ازاي ال Avogadro's number بكل بساطة. هنفترض ان انا راح اشتري حاجة من مكتبة، من محل حلويات، وبقول له اديني درزن، درزن اقلام او دستة اقلام، درزن كيك او دستة كيك، فبديهم للجامعة دول فيهم 12 قطعة، 12 قطعة كيك او 12 قلم، او يبقى ده الدرزن. طب تعال نطبقها على المول، المول فيه كام درزن وقد ايه اللي موجود فيه، الشيء اللي موجود عندي كام؟ لو طبقناها على الكيك او طبقناها على القلم يبقى الدرزن للمول في الرقم ده، ده العالم افوجادرو طبعا اللي طلعه الرقم ده، قدامه عندك 21 صفر، رقم مهول جدا. لو انت جبت حطيت بقى الرقم ده كيك فوق بعض كده يوصل لحد المريخ فوق، او حطيت اقلام مع بعضها يوصل لحد مثلا يطلع بره الكره الارضيه ويسافر الى بره خالص. لو قلنا افوجادرو نمبر، احنا قلنا الدوزن في كيك، لو عندي كيك فيها 12 كيك. طب نشوف بقى هنا، لو قلت المول في كيك، مول اوف كيك عندي لو عملتهم مع بعض قلنا هيبقوا ايه؟ عدد من الكيك كده، رحت اشتريت علبه وحط لي فيها الرقم ده وخدت العلبه دي ومشيت. ده عشان تتخيل يعني. طب ده رقم كبير جدا. احنا نختصر الرقم ده ونعمله بالشكل ده، جافا او افوجادرو نمبر، وقال الرقم المهول ده هيبقى عباره عن ايه؟ يبقى 6، هنحرك العلامه 23 رقم اهو، زي ما هناخد بعد كده احرك العلامه العشريه الى هنا هوت لحد ما نوصل هنا هوت، ونكتبها بالرقم ده 6.02 ملتبلاي كام؟ 10 اس 23، وده افوجادرو او افوجادروز نمبر. تعالوا مع بعض نشوف هنحل ازاي المسائل اللي بتيجي على المولكولار ويت. تعالوا نشوف هنا بيقول لي كالكوليت ذا مولكولار ويت اوف SO2. هنشوفها مع بعض هنحلها ازاي. احنا طبعا في المسائل دي بنحتاج معانا البريوديك تيبل. هنشوف مع بعض هنا اول حاجه، انا عندي هنا السلفر محتاج اعرف منه الماس نمبر، وكمان الاكسجين محتاج اعرف منه الماس نمبر. فعندي هنا 1 اتوم اوف سلفر وعندي 2 اتومز اوف اكسجين. هنعمل ايه؟ هنروح للبريوديك تيبل ونجيب السلفر. السلفر كام الماس نمبر عندي؟ 32. وعندي هنا الماس نمبر للاكسجين كام؟ 16. هنحط هنا، هنكتب طبعا المولكولار ويت اوف SO2 بيساوي الماس نمبر اوف S زائد الماس نمبر اوف اكسجين. عندي 1 اتوم من كام؟ من السلفر، يبقى ده 1 اتوم، وده الماس نمبر 32، هنكتب هنا 32 زائد بلس كم اتومز من الاكسجين؟ 2 اتومز من الاكسجين، هنكتب هنا 2 ملتبلاي، هنضرب في كام الماس نمبر للاكسجين كام؟ 16. هنعمل العمليه ونطلع في الاخر، هنجيب الكالكوليتر ونجمعها مع بعض، هتلاقي طلعت في الاخر كام؟ 64 جرام بير مول. ممكن نكتبها كده 64 اتوميك ماس يونت. تعال ناخد اكزامبل تاني، كالكوليت ذا مولكولار ويت اوف H2SO4.
عايز يحسب المولكولار ويت بيسألني ويقول لي لل H2SO4. تعال نروح نجيب البريودك تيبل، الجدول الدوري. هنا عندي ادي الهيدروجين، وانا عندي السلفر، وده عندي الاكسجين اللي هي المكونات للكومباوند اللي جابهولي. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه عندي كام اتومز من الهيدروجين؟ فعندي 2 اتومز اوف هيدروجين. طب كام اتوم من السلفر؟ عندي 1 اتوم اوف سلفر. كام اتومز من الاكسجين؟ عندي 4 اتومز من الاكسجين. تعال نكتبهم تحت. يبقى المولكيولار ويت اوف H2SO4، الماس نمبر للH، الماس نمبر للسلفر، الماس نمبر للاكسجين. تعال نشوف ادي 2 اتومز اوف هيدروجين، هنا عندي الماس نمبر كام؟ 1. ده كتبنا هنا 1. كام اتومز من السلفر؟ 1. ادي 1 اتوم اوف سلفر. كام الماس نمبر؟ 32، طبعا من الجدول الدوري من البريودك تيبل. ادي 32 بلس. كام اتومز من الاكسجين؟ 4، حطينا ال 4. الماس نمبر للاكسجين كام؟ 16، كتبنا هنا 16. تعال نروح نجيب الكالكوليتر مع بعض ونعمل العمليه الحسابيه دي، هنلاقي في الاخر طلعت لي كام؟ 98 جرام بير مول. وقلنا ممكن نكتبها كمان ايه؟ 98 AMU، اللي هي ايه؟ اتوميك ماس يونت. هنشوف مع بعض اكزامبل تاني. بيقول لي how many grams zinc are in 0.356 مول of zinc. نشوف مع بعض هنا نحلها ازاي. اول حاجه عندي هنا المول اوف زنك بيساوي كام؟ 0.356، هو مدهاني. طيب المولكيولار ويت هي الماس نمبر، هنروح نجيبها منين؟ من البريودك تيبل، من الجدول الدوري، اللي هي كام؟ 65.38، هنكتبها هنا اهوت. طب كام الماس هنا بقى دلوقتي؟ بقول لي هاو ماني جرامز كام الماس؟ الماس بتساوي ايه؟ النمبر اوف مولز من المثلث اللي احنا كمان عملناه من شويه في المولكيولار ويت. هنحط هنا الرقم اللي بدهوني اللي هو المول اوف زنك المولكيولار ويت اللي هو الماس نمبر، ونجيب الكالكوليتر نعمل كالكوليشنز لها، تطلع لي 23.3 جرامز اوف زنك. تعال ناخد مع بعض اكزامبل 4. بيقول لي هنا هاو ميني مولز اوف اتش اي الهيليوم اتومز ار ان 6.469 جرام اوف هيليوم. تعال نشوف الانسر ازاي. الماس اوف هيليوم كام؟ هو مديهوني اللي هو 6.469 جرام. طب المولكيولار ويت هنجيبه منين؟ هنروح ندور عليه في البريودك تيبل من الجدول الدوري. تعال نشوف هنا الهيليوم كام. هنا الماس نمبر اللي هو المولكيولار ويت بيساوي كام؟ 4 جرام بر مول، او الرقم كامل. طيب هنجيب هنا المولز، بتساوي المولز من المثلث اللي احنا كنا عملناه، وعرفنا ان بيساوي الماس على المولكيولار ويت. ادي الماس كان كام؟ ادي 6 هنا اهو، ادي 6.469 على كام؟ ديفايدد باي 4.003. تعال نجيب الكالكوليتر مع بعض، يلا نحسبها مع بعض كده. هتلاقيها طلعت في الاخر كام؟ طلعت لي الرقم ده اللي هو كام؟ 1.61 مول. هنشوف مع بعض الاكزامبل 5. بيقول لي هاو ميني اتومز ار ان 5.5 مولز اوف اتومز. تعال نشوف الانسر ازاي. تعال نفتكر مع بعض عدد افوجادرو او افوجادروز نمبر. لما نحب جينا نجيب رقم الافوجادروز نمبر، هو عباره عن الرقم الكبير ده، وافوجادروز عشان ما نقدرش نقرا الرقم الكبير ده كل مره او نكتبه، بنكتبه بالشكل ده اللي هو 6.02 ملتبلاي كام؟ 10 باور 23. ممكن يديهولي في المساله وممكن انا اكون حافظه، سواء كده او سواء كده الرقم سهل ما فيهوش اي حاجه. 6.02 ملتبلاي 10 أس 23. وافتكر هنا ان هو كام؟ ممكن نفتكره كده ان هو 602 قدامه 21 صفر، وحركنا العلامه علامتين، يبقى كام؟ 23 او 23، ده بقى افوجادرو نمبر. طب تعالوا نجيب النمبر اوف اتومز. النمبر اوف اتومز قال لي هنا كام؟ اللي هو عمديني ال 5.5. اول حاجه هنضربها فين؟ في الافوجادروز نمبر. تعال نضربها كده بالكالكوليتر عندي، ده طلعت لي هنا هوت بالشكل ده، ولما نيجي نعمل لها راوند هنا تطلع لي بين
الشكل ده اللي هو يبقى كام؟ 3.3 في 10 أس 24. هنشوف مع بعض example تاني. بيقول لي هنا هو في المسألة How many atoms are in 16.3 gram of sulfur؟ هنا مديني طبعا هنا الماس 16.3. نفتكر مع بعض هنا Avogadro's number اللي هو 6.02 multiply 10 power 23 10 أس 23، وده Avogadro's number. الحل هيبقى ازاي والانسر هيبقى ازاي؟ نفتكر مع بعض هنا number of atoms بيساوي كام؟ number of moles في Avogadro's number اللي هو ده. طب ال number of moles هجيبها ازاي؟ انا عندي هنا الماس من المثلث اللي احنا كنا قلناه، ادا الماس، وعندي عايز اجيب كمان المولكولار ويت. المولكولار ويت لو رجعت هنا جينا اهوت في البريديك تيبل او جدول الدوري، الماس نمبر كام؟ اللي هو 32 اللي هو المولكولار ويت. يبقى هنا تعال نكتب كده نمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ الماس على المولكولار ويت. يبقى هنا اهوت الماس كام؟ 16.3 مدهاني في المساله، على المولكولار ويت جبتها من البريديك تيبل 32 جرام بير مول، يطلع لي 0.51 مول. تعال بقى نجيب القانون الرئيسي اللي هنطلع منه number of atoms بيساوي كام؟ الرقم اللي طلعته اللي هو number of moles 0.51 في Avogadro's number اللي هو احنا عارفينه اللي هو 6.02 multiply 10 power 23، يطلع لي الإجابة كام؟ اللي هي 3.06 multiply كام؟ 10 أس 23. تعال ناخد example تاني. بقول لي هنا how many hydrogen atoms present in 25.6 جرام of urea اللي هو رمز ده. The molar mass of urea is 60.06 جرام per mole. تعال نشوف هنا مع بعض. بقول الـ number of moles احنا كنا خدناه من المثلث اللي احنا رسمناه بيساوي ايه؟ الـ number of moles بيساوي ايه؟ الماس على المولكولار ويت. طيب هنحط هنا وقت الماس مديها هنا كام؟ 2.25.6 على المولكولار ويت مديهاني كمان هنا المولكولار ماس، هنا المولر ماس عندي بيساوي كام؟ اللي هي المولكولار ويت يعني 60.06. هنجيب الكالكوليتر ونحسبها تطلع لي كده مول. طب تعال نشوف مع بعض هنا ال NH2، ادا NH2 وادا NH2، وكل NH2 من دول هي كام؟ 1 atom of nitrogen و 2 atoms of hydrogen. طب والكربون؟ 1 atom of carbon and 1 atom A of oxygen. تعال هنا بقى نشوف مع بعض. 1 mole of NH2CO اللي هو الكومباوند اللي مدهوني في كام؟ 4 هيدروجين طلعناهم من هنا، فيهم كام هيدروجين؟ كل واحدة فيها 2 هيدروجين، يبقى عندي كام؟ عندي 4 هيدروجين. طب 0.46 mole of urea فيها كام هنا؟ تعال نشوفها مع بعض. هنقسم هنا، هنعمل هنا هنا الكروس اللي موجود، هنضرب ده في ده على 1 اللي هو 1 مول يعني، يبقى هنا ادا الرقم اللي هو المولز في 4 هيدروجين على 1 مول، يطلع لي كام؟ 10705 مول اوف هيدروجين. تعال نرجع بقى لقانون افوجادرو اللي هو ايه؟ نمبر اوف اتومز. النمبر اوف اتومز بيساوي كام؟ number of moles of hydrogen اللي احنا طلعناه في Avogadro's number. طلعت في الاخر كام؟ 1.03 multiply كام؟ 10 power 24. example الاخير بيقول لي how many atoms are in 3.5 moles of oxygen. تعال نشوف الاجابه ازاي. احنا عندنا number of atoms بيساوي number of moles في Avogadro's number. هنعوض هنا بيديني 3.5 مولز، هنا المولز يعني number of moles في Avogadro's number اللي احنا حافظينه اللي هو 6.02 multiply 10 power 23. هاتوا الكالكوليتر ونحسبها مع بعض، هتطلع لي الرقم ده. هنعمل لها راوند ونحرك العلامة أو نعمل لها راوند، هنلاقي طلعت لي كام؟ 2.1 10 multiply 10 power 24 atoms. وفي نهاية حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد، وإذا حسيت إن في استفادة من المعلومة ما تنساش تعمل لايك وشير. خليك كريم وما تبخلش على غيرك بالمعلومة.